عمليات عمليات وفقد جميع النقاط أجل. لما المرأة عطتني إياه وقتها قالت لي هذا الطوق جمعني بحبيبي ورح أعطيك هذا الطوق ورح يجمعك بحبيبتك وين ما كانت بالدنيا، أنا المسؤولة عن هاي القصة وأنا رح صلحها. جون، أهلين ريهام هانم، لازم حاكيك بموضوع مهم، أنت فاضي؟ أكيد ما عندي شي. وبصراحة كنت متوقع هالتليفون بس مو بهالسرقة هاي. إذا ممكن بدي شوفك بأسرع وقت لأنه أنا مستعجلة والموضوع ضروري. طيب أنا اليوم بالشركة، تعالي بأي وقت منقعد ومنحكي، شو رأيك؟ أنا مو حابة أجي لعندك على الشركة بنوب، فضل شوفك براتها. إيه أكيد بعرفه، تمام، من الصعب كون وصلت. آلين، هلأ من شوي ريهام اتصلت طالبت تشوفني. ايه العصفور عم بفوت على القفص. ريهام هانم، أهلا وسهلا. أنا طلبت فنجان قهوة قبل ما تجي، بتحبي تشربي؟ لا شكرا لك، جاي أحكي معك بموضوع وأرجع على شغلي فورا. براحتك، تمام لك. أي تفضلي أحكي، عم بسمع. يمكن عندك فكرة عن الموضوع اللي بدي أقوله. أي للصراحة أنا متوقع شو هو الموضوع بس بسمع. تفضلي قولي شو المطلوب؟ بدي منك طلب صغير، يا ريت تطلع من حياتنا نهائيا أنا وجان، وبدي تطلع من الوكالة. ريهام أنا مثل ما بتعرفي رجل أعمال ومعروف كتير، يعني ما بفوت بشغل إلا وكون أنا الكسبان. بصراحة ماني متقول أطلع من أي مشروع وأنا هسران اللي فت مشانه. رح أعطيك العطر تبعي بس عندي شروط بالمقابل. شو هنن؟ أول شيء اسحب الشكوى اللي رفعتها ضد جان وتنازل عن الأسهم اللي أخذتها، وبعدها رح يكون العطر تبعي لإلك. ريهام أنا شو بيضمن لي إنك ما تتراجعي عن قرارك مثل ما عملتي من قبل؟ بدي إياك تطلع من حياتنا ونرتاح من كل هالمشاكل، ولهيك ما رح أتراجع
رح وقع العقد معك، صدقني هالمرة. اتفقنا، رح أحول الأسهم. اتفقنا لك، وفي عندي طلب تاني كمان. شو لسه؟ ما بدي جاني أعرف بهي القصة بنوب. هذا الشيء ما عم بفهم، أنتوا ليش كلكم بتخافوا منه لهالدرجة؟ ليش؟ ما نو خوف أبدا. لك محبة. محبة ممكن. هذا الشيء يمكن ما يكون مهم بالنسبة إلك، بس أنا ما بحب شوفه مزعوج، وخاصة مشان هذا الموضوع. تمام، إذا أنت بدك هالشي أوكي، ولا يهمك، أنا راح أسكت الشكوى فورا، بس يا ريت ما تفكري تتراجع ابنوب. أنا خلص وعدتك ما رح أتراجع. لكان بكرة بنفس المكان والتوقيت، منيح؟ أوكي. أكيد رح تسألوني لأني المسؤول عن كل شيء بغياب جامبيك، مو هيك؟ صباح الخير. ما في صباح الخير. لازم نضل أقوياء لبين ما يطلع جامبيك من السجن. شركتنا رح تضل قوية، لا تخافوا، أنا موجود. وغير هيك لحظة ريهام، ريهام وين كنتي لهلا؟ الحقيقة كان عندي شغل لهيك تأخرت. بس ما بيصير هالحكي، كان لازم تخبريني، أنا المسؤول عن كل شيء هون بغياب جامبيك، اتفقنا؟ أنت ما هيك؟ أكيد. نحن عيلة، أوعيك تنسي، لو سمحتي خليكي. يا شباب جامبيك رجع. جامبيك، جان، جان أنت كيف طلعت؟ أهلا وسهلا جامبيك. جيجي بعد. الحمد لله. جان، جان الحمد لله على السلامة. الحمد لله أنا طلعت حبيبي. مريت على خير حبيبتي اهدي. ليش ما خبرتنا؟ حبيت أعملكم إياها مفاجأة. جان الحمد لله على سلامتك. شكرا داري. جان بيك كنا متأكدين انك رح تطلع، ومع هيك هاي الفترة أثرت فيكم. شكرا جيجي، توقعت انك تقول هيك. جان بيك منيح اللي طلعت. ممكن اسألك سؤال؟ مزبوط انه السجن صعب كتير؟ جان بيك انا حاسس كأنه دقنك طولانة ونحفان شوي، مو هيك؟ طولانة؟ لا مو لهالدرجة. شو بكون يا جماعة كلياتها ليلة واحدة؟ مع هيك جان بيك انا بعرف قديش السجن بيكون قاسي وصعب. ليش كم مرة فايت على السجن جيجي؟ انت مين حكى معك؟ مو شايفتيني عم احكي مع المدير؟ خلصنا بقى يا جماعة، عيب عليكم، مو وقته هالحكي هلا. بسيطة مو مشكلة داني. الحمد لله على السلامة جامبي. شكرا ليلى، الله يسلمك. طيب فيني اسألك سؤال بس ما يكون صعب؟ شو أكتر شي اشتقت له بالسجن؟ جان؟ هذا هو، كاسة شاي تجيب لي اياها حبيبتي. حلو. وتكون عملت لي اياها بالبداية. برافو. ريهام فورا راحت وجابت لك اياها. برافو ريهام. برافو. برافو عليك ريهام. شو شطور. وهلا كلنا هنيناك بالسلامة وانبسطنا برجعتك، بس في سؤال ببالي، كيف طلعوك من السجن؟ ايه صح اخي، كيف طلعوك؟ شو قال المحامي؟ حسب حكي المحامي ألين هي ورا الموضوع. ألين كمان؟ وشو عملت ألين؟ كأني سمعت اسمي. ابن الحلال عند ذكره ببان. ايه صح انا ورا الموضوع، لقيت ثغرة لفابري بتضره فهددتي فيها، مو هيك؟ لا، مجرد تحذير. طلبت من فابري يحول الأسهم اللي بالشركة ويسحب الشكوى، وهو حول الأسهم لأسمي. انت أخذتي الأسهم؟ ايه جامبيك، أنا الشريكة الجديدة للوكالة تبعكن. نطلع من طابوسة منفوت بطابوسة تانية. الله يسامحك جان، ما اجيت لهون لحاربكن، أنا اجيت لأشتغل. فابري هلأ طلع من حياتنا تماماً، برأيي لازم نتعلم كيف نشتغل ونحن واثقين ببعض بالشركة هون. الثقة ما بتجي بس لأنه حضرتك طلبتيها يا ألين خانو، لازم تستحقيها بالأول. جان هالحكي بدل ما تشكرني على اللي عملته مشانها. اشكرك على شو؟ أنا طلبت منك تعملي شيء مشاني؟ كان الموضوع بيني وبين فابري وكان فيني حله، يعني ما كان في داعي تتدخلي. الموضوع ما كان بهالسهولة جان. وغير هيك أنت لحد مبارح كنت ممثلة أسهم فابري عنا بالشركة، شو الشيء اللي صار لحتى اختلفت وفجأة وهددتي؟ فينا نقول تجارة. أنت بتعرف إنه تقييم الفرص بالتجارة شيء مهم كتير. بالنسبة لأخلاقك التجارية أكيد هذا الحكي صحيح، بس كيف ما كان الموضوع أنا ماني حابب شوفك هون. جان بيك معه رح تضطر تشوفني. أمير بيك،
حابة أحكي معك بكم شغلة بما أني شريكتكم الجديدة هون. فينا نروح على مكتبك؟ معقولة؟ والله ما كنت. بكرة بتشوفوا العواقب. ماني مصدقة اللي سمعته. ولا حتى أنا. اللي صار صار. حلو كتير. جون. حبيبتي. جان أنا مو مصدقة أنه قالين. حبيبتي ما تقولي شي. الشي الوحيد اللي محتاجه هلأ أنه عانيك. كنت رح أموت من الخوف. ما في داعي تخافي، أنا جنبك. أكيد كلهم هلأ عم يطلعوا علينا. طيب خلينا نرجع على الشغل. ضيعنا 24 ساعة ولازم نعوضهم ولا شو؟ فابري، رح ننسى فابري وكل شي صار بسببه، اتفقنا؟ خلص طلع من حياتنا ورح نلاقي طريقة نخلص من ألين. أنا بحياتي ما وثقت فيها وأنت كمان لا توثقي فيها أبدا. أنا متأكد إنه في شي تاني غير اللي قالته، وأكيد رح أقدر أعرفه ووقتها منتصرف. أوكي حبيبي، رح أروح هلأ أكمل شغلي. تذكرت. تعرفي إنه اشتقت لك؟ وأنا اشتقت لك يا روحي. أنا ما عاد عندي شغل. وأنا كمان شوي وبخلص. كنت هلأ عم دور إذا كنا عاملين حملات مثل هاي من قبل. يعني مشان ما يقولوا أنه ما عنا أفكار جديدة. حلو، برافو عليك. يعني عملت كم شغلة كمثال بس لسه ما خلصت. آها حلوة هاي، كتير حلوين الأمثلة اللي عملتيهم. انبسطت لأنه عجبوك. حاولي تخلصي شغل بسرعة مشان نطلع، يعني مشان نكون لحالنا. حابة نكون لحالنا. عم فكر نروح بيت الجبل نحضر فيلم، بركي منغير جو. حلو، ليش لا؟ بس لا ما فينا. ما فينا لأنه المشاكل الأخيرة اللي مرينا فيها بهالفترة عملت انفجار بحياتنا. أنت شو قصدك؟ حكوا شي بالشركة؟ بالله جد عم أحكي عن حارتي مو هون. مع العلم أنه أمي سكتتهم وما سمحت لحدا يحكي، بس مو هون المشكلة. أمي وبابا ما تصالحوا لهلأ. عن جد عم تحكي؟ لهلأ؟ غريب، من وقت ما أعلننا أنه نحن ارتبطنا ما ضل مشكلة إلا وصارت. تفرجي شوفي كل هالشغلات اللي صارت حوالينا. لكن خلينا نطلع ناكل شي، منتغدى سوا وبعدين أنا بوصلك على البيت، ما منتأخر. أوكي وافقت، ما رح أرفض. 5 دقايق بكون جاهزة. أوكي بس 5 دقايق مو أكتر. اتفقنا. إيه ماشي. جان، بدي أحكي معك بموضوع. ريهام حاطة مكتبك بغرفة الأرشيف بعيدة عن الكل؟ مبسوطة إنك قاعدة هون لحالك وما حدا عم يشوفك؟ عم دور إذا نحن عملنا من قبل حملات مثل هي مشان ما يكونوا بيشبهوا بعضهم. شو الموضوع اللي بدك تحكي فيه معي؟ إيه، بدي فرجيك على العرض يلي قلنا فترة عم نشتغل عليه للتقديم. إيه لكن بعتي لي اياه بالايميل وانا بشوفه بالبيت، لاني مضطر اطلع من هون بعد شوي. فكرت انه شو رايك تناقشه هون، لانه ممكن يكون عندك شيء تعديله، واذا ضلينا نبعت ايميلات رح نضيع وقت كتير على الفاضي. اذا طلع براسي شيء تعديل بتصل فيكي. اوكي اوكي تمام. شوفك. ما لازم يكون بيشبه شيء قبله، لأنه أكيد وقتها رح يقولوا أنه أفكارنا بالشركة ما بتتطور. هيك أحسن. كل من هاي حبيبي، كتير طيبين، أول مرة باكل سمك طيب لهالدرجة هاي. هون بيعملوا السمك بطريقة مميزة، بيعملوه بحب من قلبهم مو هيك؟ أي صح. جان، كنت رح أموت من الخوف عليك. وقت شفتك بالسجن ما بعرف شو حسيت. تعرف، حسيت إنه قلبي اللي موجود بالسجن محبوس ومخنوق ومو قدران يتنفس.
لا عاد فكري بهي القصة. تعرفي شو أكتر شي كنت خايف عليه؟ أنتي. أنا كنت كتير خايف وقلقان عليكي، وخفت تكوني عم تلومي حالك. رح لوم حالي لأنه فابري أنا اللي جبته على الوكالة. خلص ريهام لا عاد تقولي اسمه مرة تانية. صار هالشي لأنه حجار القمر انكسروا، أنا كسرتهم وهنن كان فيهم حظ لإلنا، وبس انكسروا صارت كل هالأمور معنا. ريهام أنتي بتكوني القمر تبعي، وأنتي حظي وملاكي الحارس كمان. رح كون منيح إذا كنتي منيحة وقوية دائما، وكمان إذا بتخليني ضمك ضمي قوية. ضمني وما تتركني أبدا. بوعدك ما عاد أتركك، أصلا حتى إذا تركتك قلبي حيضل معك، قلبي وروحي صاروا معك دائما. يعني بحياتهم ما ضلوا متزعلين كل هالفترة، حتى توقعت إنهم رح يقولولنا كنا عم نمزح معكم. بابا بحياته ما عصب أو صرخ علينا من وقت اللي كنا صغار، يعني اثنيناتهم ما كانوا يعملوا أي شيء ممكن يزعلنا. ما تخافي حبيبتي، كل شيء رح يتصلح، رح تتحسن علاقتك بأبوكي ورح يتصالح هو وأمك، ما في داعي تقلقي. الحب الكبير اللي عنا رح يعدي الكل. إيه أنت معك حق، حبنا أنا وأنت رح يعدي الكل. يلا امشي خليني وصلك على البيت. ماشي، بس ليك جان ما بدي اياك تفوت على الحاره، اتفقنا حبيبي؟ خلاص فهمت، صرتي قايلتي لي هالحكي ألف مره. جان كل مره بتقلي فهمت ومع هيك بترجع بتفوت بالسياره على الحاره، كم مره صرت عاملها فيني؟ شو اعمل بحالي؟ والله اشتقت له، بحياتي ما خبيت عليه شيء من اول ما تزوجنا. شو صاير له؟ كانه حياتي فيها اسرار لكذب. أمي؟ خير، شو بدك مني؟ ليش عم تناديلي؟ ما بدي شي بنو، كنت بدي قلك إنك أبدعتي مثل العادة طاولة منظرة بشهي، عن جد يسلموا إيديكي. بدك تضلي مشغلة الخلاط على الفاضي؟ أنا أجيت. آه، أنت اللي حضرتي كل هاي الطاولة؟ إيه طبعاً أنا، يعني بحياتي ما عملتها، ما بهتم بالبيت؟ شو هالحكي، طول عمرك بتهتم. أمي أنت دائماً بتعملي أطيب أكل، ما حدا بيعمل مثل هالطاولة غيرك. شوفي هالطاولة كأنه طاولة عرس. ايه طبعا انا اللي رح حضر الطاولات بعرسكن. عرفتي انه جان طلع من السجن؟ حلو كتير، فرحتيني، الله يتمم على خير. حتى اذا ابوكن مو موجود انا باخد دور الاب والام، لا تخافوا. باب ليش بابا مو موجود؟ يعني بابا ما رح يجي هالليله كمان؟ اوه شو بده يجيبه، اكل السوق كله صار بالمحل، كانه طلب مني وقلت له لا. لا ماما لا تعملي هيك، روقي. ليش كل هالقد مزعوجه؟ يعني بابا عم ينام بالمحل لهلأ مو هيك أمي؟ اسمعيني، الاعتراض ممنوع لهون، وبس أنا رح صالحكن، رايح أجيبه هلأ. لا جيبي، ما رح صالحه أبداً. قولي لما تخبروني كنت عم ببكي، أنا ما بدي يعرف بنوم. لك أمي شو يعني إذا عرف بهالشي؟ رح يفرح كتير أنا متأكدة، لأنه هو صار بيكرهني. معقول اللي عم تقولي أمي؟ خلصنا بقى بلا هالحكي مشان الله، ليش لحتى تكبروا هالمشاكل البسيطة كل هالقد؟ حاجة تبكي. طيب روقي روقي شوي، رح روح جيب لك كاسة مي، حاولي تروقي. عدي هون أمي، رح جيب لك كاسة مي. إيدي ورجلي عم يجعوني كتير. بابا إذا ضليت ساكت وما حكيت كيف رح نحل المشاكل؟ بعرف عم تقول بقلبك لازم قبل ما نعمل أي شي نفكر بالعواقب، بعرف شو في جواتك، وأنا صغيرة لما كان يصير في برق ورعد كنت خاف كتير، كنت وقتها روح نام جنبكن انت وامي على التخت، وهلأ بس تسكت وما عاد تحاكيني
بحس كأنه أنا ضايعة بنص البحر لحالي والعواصف ما عم توقف والبرق كمان ما عم يوقف ابنه. وحتى كنت بالأول تجي لعندي لأنه أمك كانت تتعصب منك. أنت ما عصبت ولا مرة. كيف فيني أعصب منك وأنت كنتي ترقدي وتعانيني وتتخبي بحضني وتكوني مهتة من الرعبة ويكونوا إيدي بردانين كتير وأنت تمسكن وتدفيني؟ أنتوا إمتى كبرتوا يا بناتي؟ كنت مفكر لساتكن صغار. بابا أنا زعلتك بعرف وخجلتك بتصرفاتي. أنت بحياتك ما خجلتيني. أوعك تقولي هيك، أنت ما بتعملي شي بخجل، بس أنا بخاف عليك مثل أي أب يعني، لأنه أنت روحي وحياتي كلها، بنتي اللي فخور فيها. أنا موجود اليوم بس بكرة لا. لا تقول هيك بابا، هذا قانون الحياة يا روحي، هالحكي مو مني. حياتنا كلنا لها نهاية، بس أنا ما بسألك شو عملتي وليش عملتي هيك، لأني بوثق فيكي أكتر ما بوثق بحالي، واللي بيفكر يقرب عليكي رح يلاقيني واقف بوشه بالأول. الله يخليك فوق راسي بابا. بدي منك تطلعي بعيوني بهاللحظة وتقليلي أنت لقيتي الرجال يلي رح يقدر يحميكي لما يكون في برق ورعد؟ اللي بابا هلأ سامحتني. ما بقدر أزعل منك لسامحك، أنت حبيبة قلبي. طيب لكان خلينا نروح على البيت سوا، أمي زعلانة لأنك موجود هون. لا مو لهالدرجة. أنا ما سامحت أمك. بس بابا اسمعني. لا لا بنتي، أمك كسرت لي قلبي كتير وما فيني سامحها. إيه بس عملت قطايف مشانك. قطايف؟ أهلك عن؟ آه لا لا مستحيل، ما رح أرجع بابا. بس أنت لا تتدخلي بيناتنا بنتي، هلأ بتبردي، يلا رجعي على البيت يلا. ما تكبروا بسرعة مرة تانية، اتفقنا بنتي؟ ما رح يرد ابنه، كتير عنيد. ماما لا تحكي عنه هيك. روحي شوفي حوالي المحل لغرفة نوم. هو ما إله ذنب اللي صار أبدا، كل الذنب ذنبي، كله ذنبي أنا. هو أخذ على خاطره لأنك أنتي ما خبرتي. إيه مزبوط، بس صدقيني كنت رح خبره. شو أعمل إذا أهل الحارة بينقلوا الحكي بسرعة؟ أنا ما عم أفهم كيف سامحتي لهم بهالشي؟ يعني تاركتيهم عم يأثروا على حبكن اللي عمره سنين وعم يحكوا شو ما إجا على بالهم، هالشي مانو مقبول. هالشي بسببه. ما بقى تحكي هيك، عم تزعلي؟ ليش هو ما عم يزعلني؟ عم تطلعوا إذا بابا إجا معي صح؟ ما قبل يجي مو؟ ما قبل. قلت له إنه في قطايف بس مع هيك ما اهتم. ما هيك ما اهتم؟ إيه أمي ما اهتم بالقطايف. إيه بس ما تتضايقي ماما، رح آكل عني وعنه ماشي؟ بابا قبل يسامحني. يعني طبيعي هالشي، بالنهاية أنا بضل بنته وما بيستغني عني. ما بيستغني عنك بس بيستغني عني. إيه؟ ايه ماشي. ايه اصطفل لا يجي، انا ما بدي يجي. ايه خليه هنيك، طبيعي انت بنته وما بيستغني عنك. بس انا ليش لحتى ما يستغني عني؟
اصلا انا مفارقه معي ابدا، خلي يروح ينقلي. قال عملت له قطايف عن جد غبيه. فكرت حتصفقني كف من ورا. شايفه اللي عم بيصير ريهام؟ الموضوع بينهم عم يكبر وشكله حب هالسنين كلها رح يطير بالهوا. شايفه؟ بس انتي اخيرا لقيتي الحب، وكل الباقيين عايشين بوضع مانو ظابط. انا لقيت الحب وانتي رح تلاقيه كمان. اوعك تستسلمي، ما بيصير تسكري قلبك فورا، الحب موجود دائما. انا شفت امير وقالين عم بيبوسوا بعضهم اليوم مكتب امير بالشركه. مكتبه بالشركه؟ اوه معقول هالحكي؟ كيف بيقدروا يعملوا هيك شيء هنيك؟ يا عيب الشوم، بس شو قلة هالاخلاق؟ ما بيستحوا هالشي ابدا، ما انه مقبول. في قلة احترام للموظفين اللي بالشركة، عن جد عيب عليهم. بلا أخلاق. أنا ما توقعت يطلع من أمير هيك تصرف بخجل يا ريهام. الحقيقة تفاجأت بتصرفه كتير، بس أنا أخذت قراري، ومن اليوم أنا ما رح أقضي وقتي غير مع الناس اللي بيهتموا فيني والناس اللي بيحترموني كمان. مثلاً عثمان بيستاهل أعطيه فرصته. عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد، هاد احسن شي رح تعمليه. واليوم شربنا شاي مع بعض. انا بحبه كتير لعثمان، ومن اول القصة انا كنت واقفة بصفه. فرحتيني كتير بهالخبر. ايه عن جد هو شاب جنة. ان شاء الله تكمل وتضلوا مبسوطين مع بعض. ان شاء الله حبيبتي. بصراحة وانا كمان اختي لازم خبرك بشي مهم. قولي. انا قبلت أعطي فابري العطر لحتى يسحب شكوته ويحول الأسهم. كان بدي القصة تنتهي ويطلع جان من السجن. هلأ هو إيه صار هالشي، بس بالنتيجة رجعت ألين على الشركة. يعني أنت ما كنتي بتعرفي بقصة ألين؟ لا ابنه، هو خدعني بهالقصة. بلكي سمع جان بهالشي. بعرف أني غلطت مرة تانية، بس عملت هالشي كرمال مصلحته. أنا ما كان قصدي خبي عليه، رح أعترف بكل شي ورح خبره بكل التفاصيل، بس هلأ ما فيني خبره بشي. أي صح، أنتي لازم تخبري، بس هلأ الوقت مانو مناسب بالمرة. أول ما يهدى الوضع شوي فوراً بتحكي له كل القصة. أي وأصلاً أنتي سويتي هالشي بنية طيبة، مو هيك؟ أي طبعاً سويت هالشي ليطلع من السجن. لا تتضايقي. أنا كتير متوترة.